مواصلين برنامجنا وسعيدة جدا اليوم باستقبال الدكتور محمد الرابحي وهو رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة. صباح النور دكتور. صباح الخير. أهلا وسهلا. إذن الحقيقة الحجر الصحي تعرف هي تجربة جديدة، هو معناتها الحقيقة التوانسة يمكن التحضيرات الأولية ما مشيتش الأمور كيما كنا نحبوها، صارت بعض الهنات، لكن إن شاء الله توا باش نصحه إن شاء الله. تعطينا إذن فكرة دكتور على الحجر الصحي بالنسبة لتونس، قديش من بتبيع من موقع موجود على ذمة وزارة الصحة، قديش من شخص اليوم موجود في الحجر الصحي؟ هو شكرا على الاستضافة. مرحبا. الحجر الصحي هو من بين الإجراءات اللي خذتها الدولة باش تحد من تفشي المرض. احنا الحجر هو يهم فيه زوز عناصر. فما عنصر يهم الوافدين على تونس يعني العالقين البرة، وعنصر يهم الإيواء الناس اللي حاملة للفيروس. بالنسبة للوافدين على تونس، احنا منذ 21 مارس من الشهر اللي فات يعني ما عاد حتى وافد على تونس يدخل من غير ما يتعدى بفترة الحجر في مركز إيواء على الأقل 14 يوم. 14 يوم في مركز الإيواء تحت إحاطة طبية، وبعد ما يتعداه ال 14 يوم يتم التحليل، وإذا كان الحالات إيجابية هذيك تتعدى المراكز الإيواء اللي باش نحكيوا عليها، وإذا كان سلبية يرجع لداره، ولكن زادة مش يتسيب، يلزم زادة يحترم شروط الحجر الذاتي في داره باش ما لا يتعدى من جديد ولا تصير إشكال. هذه المراكز هذه اللي تأوي الوافدين من برا عنا إلى حد الآن يعني 28 مركز، ومن هنا لنهار 12 باش يوليوا 33 مركز. لأنه نستناو في الطبيعة فيها العديد، لأنه فما على الأقل 5 رحلات مبرمجة، وال5 رحلات هذوما احنا حضرنا لهم. إلى حد الآن عندنا في المراكز الموجودة تو اللي تم إيواءهم في تونس هما حوالي 1850 شخص، منهم 250 واحد كملوا الحجر. كملوا فترة الحجر الإجباري، ولكن زاد يلزم يواصلوا في ديارهم الحجر الذاتي. 6 من تم إيواهم ظهروا حالات إيجابية. هذوما تم إيواهم في المراكز اللي احنا اخترناها، واللي هما 3 مراكز، مركز في ولاية مدني، ومركز في ولاية صفاقس، ومركز في ولاية مستير. والمراكز هذه هي نزل فاخرة. وهنا لابد أني نتوجه بالشكر لأصحاب النزل اللي تبرعوا بهم. المراكز هذه فيها ظروف إقامة طيبة، فيها أيضا إحاطة طبية لصيقة، ناهيك وأنه مثلا المركز الكبير اللي في مستير هو يشرف عليه أستاذ تعليم عالي، في أستاذ طب في الأمراض المعدية. الأستاذ شوقي لصيف، وتحية لي الكل بالضبط يعني. ومعاه ليكيب إن شاء الله احنا من خلالكم نحيوهم ونحيي الناس الكل اللي ما بيديها. الحقيقة عندنا مداخلة من المركز هذية من مخرجة تونسية كانت في مصر وموجودة غادي الحقيقة تشكر في الظروف الطيبة والإحاطة اللي موجودة الحمد لله. بالنسبة للحاملين هذوما اللي ما تظهرش عليهم العلامات، راهو ينجم المواطن العادي ما يفيقش به. احنا في لول مشينا في الحجر الذاتي، يعني فماشي حجر إجباري في أماكن معدة، ولكن اتضح من خلال الحالة الوبائية ومن خلال الأخصائيين في علم الوبائيات أنه الحالات الإيجابية هذه في المحيط القريب أو مرات حتى يتنقلوا من ولاية لولاية، هذوما كانوا يعني عنصر في نقل العدوى، وبالتالي ما عادش ممكن
كوزارة الصحة وكدولة تونسية، واللي الحقيقة لهنا ما بين قوسين من نظر الإمكانياتنا اللي هي محدودة خذت إجراءات كبيرة، ولكن المواطن ما مشاش للأسف. هو يمكن دكتور باش نكملوا نحكيوا على حجر زادة، أما باش نوريهم شنو المخاطر اليوم تهددنا، خاطر بالحق قد ما نحكيوا شوية مش حكاية معناتها احنا ماناش قاعدين نهاولوا، لكن هذية فما سيناريوهات خايبة إن شاء الله ما نوصلوا ليش بالضبط. نعم. هو احنا كما ذكرت يعني هالحالات اللي هي حالات إيجابية معنا حامل للفيروس من غير ما تظهر عليه العلامات، هذوما احنا بالنسبة لينا توا الهدف هو دوبل. الهدف الأول هو أن نحميهم هما وقت اللي يتحط في مركز إيواء تحت إحاطة طبية مكثفة باش يساعدوه على الشفاء العاجل. وحاجة أخرى احنا الهدف من خلال هالقرار هذا هو كسر سلسلة العدوى، لأنه كان تلاحظوا كل معناها الندوة اللي كانت تفارقة ما بين سيدين وزير الصحة ووزير الداخلية. نعم. الحقيقة رجت التوانسة شوية. علاش هي ما جاتش صدفة؟ لأنه إحنا المجهودات الحقيقة كانت كبيرة، والحقيقة فما تضافر الجهود كيف المدخلين. نعم. منها الأسرة العالمية بمكوناتها، الصحية، حتى الوزارات الأخرى اللي عندهم علاقة، حتى المجتمع المدني. بالضبط. المجتمع المدني، معناتها المجتمع بالضبط. المدني اليوم معناتها باللي عنده الناس بالضبط. مواطنين حتى بوسطاء بالحق قاعدة تعطي في حاجات وقاعدة تعاون، تقولك باش نجم نعاون. صحيح. معناتها بالحق هذه حاجة هبة صحيح. كبيرة من معناها إذا كان بالحق حاجة معناها نثمنوها هي هالاتفاق بدون شرط بالنسبة للناس الكل، يعني نحينا على جنب هك الخلافات الداخلية وكلها الناس كلها الهدف متاعها هو كيف يمكن لتونس أنها تخرج بأخف الأضرار. علاش؟ لأنه أين الغريب هو أنه وقت اللي كانت هك الكورب معناها ماشية نوعا ما صحيح ما طحتش، ولكن ما طلعتش بطريقة كبيرة المدة الأخيرة، وهذه نتيجة حتمية للانفلات في بعض الحالات. وقت اللي نشوفوا احنا الناس تكور في البطاحي، الأسواق عادي، الكراهب وقت اللي تعدى معناها كأنه ما فماش حق اليوم الحق معناتها بالضبط. اليوم بين البارح واليوم تحس فما حاجة تبدلت. صحيح. وهو زاد الندوة على الجات، لأنه وقت اللي تمت ملاحظة الانفلات نوعا ما، وقت اللي شفنا هك الزحمة على مكاتب البريد، أسواق المعتمديات، الأسواق إلى غير ذلك، معناه هذه ما تنجم تكون كان نتائجها تنجم تكون وخيمة. لأنه صحيح احنا كانت عنا الفرصة وخذينا دروس من الدول اللي سبقونا والدول اللي هي دول عظمى بإمكانياتها المادية والبشرية ولكن هكما تشوفوا شنية النتائج، معناها الوفيات بالألاف. صحيح. احنا ما نجموش، الحل الوحيد هو بين يدينا، لأنه إذا كان كل تونسي ما يحسش روحه تولى هو راهو حامل للفيروس، حامل إلى حين يظهر ما يخالف ذلك، يلزم كل واحد فينا باعتباره أنه توا الفيروس هو يدور في كامل تراب الجمهورية، وقت اللي ولينا نشوفه في معناها في العدوى كاتريام جينيراسيون معناها تطورت الأمور، ما عادش نجموا نشدوها منين، لا ما عادش نجم، السلسلة توسعت، السلسلة توسعت. وهك علاش توا وزارة الصحة خذت القرار نتاع إجبارية الإيواء نتاع الناس اللي تظهر على اللي هي إيجابية إجبارية. احنا في الأول مشينا عن طواعية، معناها صحيح فما المراكز، ولكن وقت اللي جينا في التطبيق اتضحوا أنه نسبة حتى ولو تكون ما هيش هامة، نسبة من الحاملين الفيروس يرفضوا لأسباب عدة فيها الموضوعي وفيها الغير موضوعي إلى غير ذلك. ولكن احنا توا ما عادش عنا حل آخر، ما عادش فما خيار، يا نكسروا العدوى بتضافر الجهود الناس الكل، لأنه الفترة هذه الناس ولات تلاحظ اللي فما تشنج في حتى تدخلاتنا. علاش؟ لأننا نعرفوا اللي المجهودات، قيمة المجهودات اللي قائمة بها وزارة الصحة والوزارات الأخرى معناها بدون استثناء، وقت اللي نشوفوا احنا اللي مثلا على مستوى وزارة الصحة ما تسكرش 24 ساعة على 24 ساعة، يعني خليت نحل.
اللجان سواء كان علمية تنظيمية يعني تبرمج وتخطط وهذه الحاجة الباهية، وأنه المعلومة نتاع اليوم تنجم غدوة ماهيش صالحة، تتحين قاعدة تتحين وقاعدة تتابعوا زيادة حتى على التطورات على المستوى معناتها العالمي، على خاطر كما معناتها ولينا نكتشفوا مثلا البارح حسب السيد الوزير وزير الصحة دكتور المكي البارح يقول مثلا اللي الفيروس تطور ولا معناتها بالنسبة لتونس معناتها هو نعرفوا اللي الفيروس يبو ميوتي مي كل خصوصية بلاد، وعندها مثلا في إيطاليا نوع عندنا احنا نوع. صحيح، وهذا الشيء هو شنو الخاصية نتاعه الفيروس جديد صحيح ما نعرفوشو، سريع العدوى سريع الانتشار وكذلك خطير وقت اللي تشوف انت الاموات بالالاف. صحيح، راهو شيء معناها ينطق وقت اللي تشوف البعض من التوانسه ماهمش فاهمين الخطوره، معناها انهارت باش وقتها يا خيبه المسعى انهارت باش تولي الكارثه عايشينها، واحد يولي يشوف قريب أقرب الناس وحتى هو معناها يغفق ولا من مجيب، لانه شنو هي اذا كان الحالات تعكرت وكثرت الـ يعني طاقه الاستيعاب نتاع اقسام الانعاش محدوده صحيح. يعني باش يجي وقت وتبدا ناس اللي هي في امس الحاجه للانعاش وما توجدش كيفاش. وسي محمد الحاجه الباهيه المواطن التونسي عارف امكانياتنا، عارف امكانيات الدوله، معناتها حد شيء ما مخبي علينا، معناتها نعرفوا امكانياتنا نعرفوا طاقاتنا، علاش معناتها خليوا رواحنا نوصلوا لطف الغادي. هو شوف باش نكونوا واضحين، احنا عندنا ما زالت عندنا الفرصه الاخيره ان شاء الله يا رب، ان شاء الله احنا من هيك الندوه اللي جات عندها نهارين ان شاء الله تكون هذيك النقطه الفاصله الدكليك باش المواطنين التوانسه يفيقوا، لانه يلزم ان شوكه كلكو بار توا يا اخي. الناس ما تتبعش الاخبار، ما تسمعش توا شبكات التواصل الاجتماعي، معناها شبكات التواصل الاجتماعي سي محمد يمكن نغرب له شويه المعلومه، اي متفقين لانه فما بعض الحالات فما بعض الاحيان مثلا حتى الحديث على الدواء الكلوغوكين ولا غير ولا راهو الكلوغوكين في بعض مثلا البارح دراسه سويديه تقول اللي الكلوغوكين عنده برشا اثار جانبيه مثلا. هو شوف احنا بالنسبه لينا راهو الاشكال هو انه الفيروس ما يجيكش انت اللي تمشيله صحيح، لانه هو شنو هو اما ثلاثه حاجات اساسيه، ثلاثه حاجات كيف نطبقوهم مش معناها باش نمنعوا 100% ولكن نخفف الاضرار. نشوف معناها من جهه يلزم ترك مسافه الامان. اثنين، نظافه اليد، وكان تتذكر وانا جيتك في وقت من الاوقات صحيح. سنوات التالي وتكلمنا على الاستراتيجيه الوطنيه لغسل الايدي بالوسط الجماعي صحيح. وكانت في بعض الحالات وقت اللي نحكيه على غسل الايدي الناس تضحك، هاو جيناها تو. غسل الايدي هي الاساس في الوقايه الذاتيه من الفيروس، هذه الحاجه الثانيه. والحاجة الثالثة هو أنه نردوا بالنا خاصة في مستوى ارتداء الكمامات إلى غير ذلك باش نقصوا أكثر ما يمكن من الكونتاكت، لأنه هو عن طريق الرذاذ أو عن طريق اللمس. هو ما زلنا باش نوصل الحديث معك سي محمد. الحقيقة نعرف المجتمع المدني عاطي ويقوم بالعديد العديد من ليزاكسيون الحقيقة اللي نثمنوها، خاطر اليوم في معاضدة لجهود الدولة التونسية، ومعنا سي محسن الجندوبي مباشرة عبر الهاتف. ألو صباح النور. ألو صباح الخير أختي، مرحبا بيك. مرحبا بيك المشاهدين. مرحبا بك، انت رئيس جمعيه مرحمة المشاريع الاجتماعيه والخيريه. الحقيقه انطلقت في العديد من ليزاكسيون الحقيقه هذوما واللي من خلالها انتفعوا العديد من التوانسه بمساعدات. شكرا جزيلا على الاستضافه، وبعد ذلك احنا في اليوم العظيم نترحموا على شهداء الثوره في يوم 9 ابريل المبارك هذايا. نعم، ان شاء الله ربي يرفع عنا هذا البلاء. نحن عندنا خطه من خطة التوقي من كورونا واللي انطلقت مع بداية الهجوم على الفيروس هذا، وخطتنا في تعاضد بدور الدولة والحكومة وبشراكة مع مختلف الوزارات والسلطات الجهوية والمحلية، وتمثلت في ثلاثة محاور أساسية. نعم. فمحور صحي واللي قمنا بتعقيم وتوفير وسائل التعقيم والكمامات وغيره إلى عدد من المصالح الجهوية سواء في العاصمة
وإلى في تطاوين في عدد من الولايات. نعم. وهذه دامت تقريبا أسبوعين. والحملة الثانية أيضا قمنا بتوفير مواد يعني ما الغذاء والطعام للأطباء اللي هم قاعدين يباشروا في تطاوين في تونس في بنزرت، حيث هذا الصف الأول اللي قاعد يدافع علينا اليوم، فقمنا بتوفير ما يحتاجونه من طعام بشكل يومي لمدة يعني أسبوعين. نعم. وانطلقنا الآن في حملة ثالثة بدأنا في الجزء الأول منها توفير المواد الغذائية للعائلات الهشة. نعم. فقمنا بتوفير حوالي 1000 كردونة غذائية في العاصمة. نعم. وغدا إن شاء الله عنا يعني مبادرة جديدة مع رئيس بلدية تونس بإذن الله تعالى بالاشتراك معها، باش نعلن على حوالي 2000 سلة غذائية لفئات ضعاف الحال والأسر الهشة. وبإذن الله الأسبوع المقبل باش يكون عندنا حملة في ولاية القصرين. نعم. وسليانة والقيروان بإذن الله. نعم. هو قاعدين احنا نشاهدوا في على الشاشة بالطبيعة بعض الصور على الأعمال بتاعكم وعلى مدى التدخل بتاعكم. بالطبيعة باش نخلي لك شنو يمكن المساج تحب تعديه خاصة للتوانسة اللي قاعدين يشاهدوا فينا واللي في حاجة بالطبيعة لمساعدة. شكرا. انا نحب نقول لجميع التوانسة انه دعوة ملحة للتعاون، نحن في شراكة مع الدولة. نعم. واليوم كنا مسؤولين، فدعوة لهم للتبرع بما يقدرونه مش عيني أو مالي. نعم. لفئة المجتمع المدني بما يعارض معنا جهد الدولة. اليوم بلادنا محتاجة لنا الكل، وأي إنسان ما يحقرش من المعروف في أي شيء ويساهم بما يقدر، وخاصة عبر دعوة ملحة جاليتنا وأهالينا في المهاجر في أوروبا، خاصة أن اليوم دورهم في إسناد شعبهم في المرحلة الصعبة هذه. نعم. شكرا لك سيد محسن الجندوبي رئيس جمعية مرحمة المشاريع الاجتماعية والخيرية، وتحية لكل جنود الخفاء اللي يخدموا معاكم، على خاطر تبارك الله برشا ناس متجندة باش تخدم وباش تشتغل وباش تعاون وتوصل بتبيع المساعدات للناس اللي مستحقينها. نرجع معك دكتور محمد الرابحي، وقتي نحكيه اليوم على الناس اللي جايين تقريبا فوق 600 شخص جايين، هل عندكم فكرة على نوعية المواطنين اللي جايين؟ مثلا اللي عندهم شي امراض، عندهم شي معناها نحكي على الامراض مثلا السكري غيره وضغط الدم، يمكن اللي عندهم حساسيات، عندكم فكره على هذا ولا؟ احنا صعب قبل كل شيء رياكسيون للاخ محسن. هي الحقيقه تحيه شكر للمجتمع المدني اللي الحقيقة هذه نقطة إيجابية جدا في المجتمع التونسي، والناس كل تمد اليد والحمد لله. بالنسبة للجايين هذوما الوافدين من برا، احنا قبل ما يدخلوا كل واحد باش يعمر ثم استمارة يعمرها، ويتم الفرز على مستوى المراكز الإيواء، يعني كل واحد عنده مرض مزمن أو أي مرض لابد أنه يتم متابعته بطريقة تضمن سلامته إلى غير ذلك. احنا المراكز الإيواء هذه الحقيقة توا مكنتنا باش نتحكم أكثر فأكثر في العدوى اللي جينا من بره، ولكن مرات نحسه اللي فيه شكون مش فرحان. صحيح. راهو صحيح ما فماش عمل، ما فيش نقائص. أكيد. النجم اجتهدنا ولكن لم نصب 100%. هذه أنا نداء، أي أنا نداء، وإحنا الحقيقة هذه فرصة باش نعمل دعوة أنه راهو ما عندناش خيار آخر، راهي تضحيات. مش مشكل أنا كيف يخيروني ما بين أني نعدي الفيروس الأقرب الناس ليا وإلا أنا نتأثر بالفيروس، كيف يخيروني بين هذيك وإلا نعدي نهار على خبز وماء، يمكن نختار الحالة الثانية. ولكن احنا في اطار اللجنه الوطنيه اللي تحت اشراف رئاسه الحكومه نجتمعوا على الاقل 3 مرات في الاسبوع، وكلما دعت الحاجه الى ذلك ريان كو باش ندارسوا هالاشكاليات. صحيح في الاول وقت اللي كانت يعني طاقه الاستيعاب في الوتله موجوده كنا اللي يجين عديوه للوتله، توا احنا ماذا بينا بكلنا نمشيوا للوتله والى غير ذلك، ولكن فما زاد طاقه استيعاب على مستوى المبيتات الجامعيه، على مستوى المبيتات التابعه لوزاره التكوين المهني والتشغيل، وزاره الشباب، هذا بنحاولوا نستغلوهم
نعاونوهم وقت الحاجة، ولكن يلزمنا نصبر على بعضنا. هي الحكاية كل 15 يوم، وإن شاء الله تونس تتخطى هالمرحلة الصعيبة بأخف الأضرار، والحل راه مازال بين يدينا اولادها. نعم. وان شاء الله ما تخليناش من بعد نندموا. سي محمد، فما ممكن حاجه مهمه برشا هو الاختلاط داخل المراكز هذه، هل انه معناتها يتم قاعد التطبيق في معناتها في الاجراءات انه منع الاختلاط؟ هو راهو كي تجي تشوف ممنوع، ولكن واخذين الاحتياطات كل واحد وبيته. يعني في العزل في هذايا في الحجر هذايا واخذين كل الاحتياطات، ولكن للاسف حتى داخل المراكز لاحظوا اللي فما اشكون ما يحترمش الحجر، وهذه راهي مسؤوليه وعي ذاتي، مسؤوليه الشخص، مسؤوليه الفرد. ما تنجمش تحط كل غرفه، احنا بالالاف الغرف، ما تنجمش كل غرفه تحط عليها عساس ولا بوليس. معناها راهو هذه راهو عقليه ووعي اخزر، راهي مشكله وعي ذاتي، مشكله وعي بخطوره المرحله. راهو ماناش نفادلكو تو، وقت اللي معناها تشوفوا الناس تتكلم وتتاثر راهو لانهم يعرفوا عارفين شنو جاي يستنى فينا اذا كان احنا ما نحترموش. بالله دكتور خلينا نكون واضحين، بالله للساده المشاهدين نعرف اليوم مش حكايه تهويل، ولكن اليوم بالحق خلينا نقولوا الخط الاحمر اليوم لا يقدر ربي، رانا كان ما نش باش نلتزموا، وكان ما زلنا باش نخرجوا، ما زلنا باش معناتها نعملوا على زي راسنا. شنو يستنى فينا دكتور في الفلاقي بالتونسي بالموضوع؟ معناتها بالحق اليوم انا نحبهم يترجوا يشدوا بالحق يشدوا ديارهم عن اقتناع، يلزمكم تعرفوا خطوره الوضع. اذا كان ما نلتزموش راهي الاموات باش تكون بالمئات اذا كان مش بالالاف، اكثرش من هك. معناها تولي تشوف الاموات في الشارع كما ذكر بها سيد وزير الصحه وسيد وزير الداخليه، تبدا على اعتاب المستشفيات في الشوارع تنجم العباد خاصه مع الموت المفاجئ. تو اليوم الفيروس ولا يعمل لك موت مفاجئ معناتها من غير اغراض من غير حتى شيء. صحيح هك، علاش راهو والله شيء معناها راهو غريب نوعا ما. واحنا فما الشباب اللي احنا نعتبره واعي، طبقه واعيه، وكنا نتصوره هو باش يكون البورتور دو ميساج، كنا نتصوره هو اللي باش يكون معناها المنسق داخل العائله، ولكن للاسف نشوفوا الى حد الان تجمعات شبابيه، نشوفوا شباب معناها في عنفوان الشباب ويكور عادي. يعني هذايا احنا نداء وراو النداء من الاعماق، لأننا نعرفوا شنو يستنى فينا إذا كان باش نواصلوا الاستهتار. نعم. وإن شاء الله نخرجوا منها سالمين. دكتور في إطار معناتها الاستعدادات لقدر للسيناريوات الأسوأ، اليوم فما تحذير العديد من الأماكن الكبيرة لاحتواء ليقدر ربي الآلاف والمئات اللي باش تصاب. صحيح. هو احنا في مستوى الوزارة فما لجان راهي خلية نحل. نعم. فما لجنة خاصة بالإعداد لهذه السيناريوهات. نعم. من بينها مساج خنفاسولهم مثلا القبة يذول اللي بتاع المادة ألعاب القوى. ألعاب القوى معناتها تعرف الكبة مكاحة، هذيك باش تولي مستشفى ميداني فيه على الأقل 250 سرير استشفائي. ومش كان هذيك، فما في معناها الثقافة زادة في كل الأماكن، فما في منزل بوزلفة زادة شفنا بالخيار، فما كل معناها باش تعرف وراه حجم المشكل إذا كان صار. ما هيش لعبة تو، لعل العباد كيف تشوف احنا الوزارات، وزارة الصحة والوزارات الأخرى يحذروا، وهذه فرصة باش نشكر الناس كل، لأن الناس كل تحب تعاون. وقت اللي يشوفوا لا ما هو كل شيء يطيح في الماء، وقت اللي احنا ما نتجاوبوش كمواطنين، وقت اللي تشوف الناس تحضر في المستشفيات ايش معناها زعما نفادلكوا؟ يا أخي نحبوا نخسروا الفلوس يا ودي، راهو معناها وباء، راهي كارثه اذا كان باش تصير. انت تشوف توا في هاي جارتنا ايطاليا شو صار فيها، هاي امريكا وقوتها. شوف يا سيدي خلي امريكا، احنا هاهو جيراننا ايطاليا وفرنسا. فرنسا انت باريس فيها الأسرة بالالاف، أسرة الانعاش، ولكن هاك متشوفوا الاموات يبعثوا لالمانيا، هاك متشوفوا الاموات يوميا بالالاف. يعني راهي ماهيش يفادلك، يبعثوا لالمانيا ويبعثوا لبعض المستشفيات اللي ابعد معناتها بالترانسفير بالتي، هما الامكانيه عندهم معناها مش كان في باريس، الامكانيه في الولايات وحلو فما بالك احنا
راهو اذا كان باش نوصلوا للحل للسيناريو هذاك ما فماش برشا حلول. الحل معناها النتيجه الحتميه هو الوباء باش يهز اللي باش يهز. باهي بالنسبه لسي محمد للناس اللي باش تجي توا الطيارات معناتها 5 طيارات ذولي في 600 شخص تقريبا اللي باش يروحوا بهم وين باش يكون يتم ايوائهم معناتها تقريبا اماكن في تونس الكبرى في ولا مستير ولا لا هو هو احنا الحاجه الباهيه في اللجنه الوطنيه ان كل سفره نحضروا لها قبل معناها تبدا معروفه كل سفره وقت اللي يهبطوا من المطار يسجلوا وناخذوا من عندهم هك البيانات ويتعدى ديراكت يوجد الحافله تستنى فيه والحافله تعرف وين باش تمشي واسبورتي قبل حتى ما يصيرش التململ على الاقل إيه. لا هو قبل ما يطلع في الطياره يعرف اللي راهو ماشي اجباريا الايواء على الاقل 14 يوم إيه نعرفه يعني. اما على الاقل المكان اللي هو الشخص وخطر في بعض الاحيان يمكن هذا اللي صار شويه توتر صحيح في الاول في الاول في الاول الناس ما عرفتش ما وصلوا لهاش المعلومه قلقت شويه في الاول هو باش نكون واضحين احنا فما خمسه سفرات مبرمجه إيه؟ فما أربعة سفرات في باش تكون في نزل وسفرة باش تكون في ما بين جامعيه الغالب هكا هو احنا شوف توا ومشكوره النيابه العموميه ولات طرف رئيسي نعم. معناها وقت اللي يهبط في المطار يوجد الناس كل تستنى بما فيها النيابه العموميه نعم صحيح والحافله تكون اسكورتي توصل للمكان الايواء وما فيها معنا ما عادش هذايا شكون ينجم يزرف يروح ما عادش دونك كل شيء مضبوط وهو راهو يلزمنا نصبر على بعضنا ويلزمنا نتعاونوا كنشوفك انت حتى الاجتهاد نتاعك ماهوش في محله ما يسالش نصبر عليه كنصلح بشوي بشوي لانه ماهيش هو راهو مش مشكل مش وقت نتاع كونفور وخلاعة احنا تو لاحظناه الناس اللي نحطوها في مراكز الايواء ماشي في بالها اللي هي خلاعة معناها هاي دورة ويحوسوا جماعة تحكي مع بعضها ألور كو معناها أكل السلوغان شد دارك معناها شد بيتك معناها ما راهو نحب نمنع بالنسبة لي في الحجر مش نبدلوا شد بيتك وبالنسبة لي وبالنسبة الأخرين شدوا دياركم شدوا دياركم يعطيك الصحة دكتور محمد الرابحي الحقيقة شكرا على حضورك نعرف وقتك ثمين تحية ليك تحية للناس الكل اليوم اللي متجندين من أجلكم الكل يا توانسة بربي يفضلكم شدوا دياركم الله لا يفق إن شاء الله ما نفقدوا حد يا ربي ونترحموا زيد على التوانسة اللي توفى والله يرحمهم خاطر زيد عنا برشا في الجالية في الخارج توفى والله يرحمهم الناس الكل يا ربي والله يرحم